الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن وضرب فيه الأمثال للناس تذكيرا وموعظة بأكمل بيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن نورا وهداية وحجة على كل إنسان. صرف الله تعالى الأمثال في القرآن كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الكتاب العجيب المعجز في نظمه وبيانه وحلاله وحرامه وترغيبه وترهيبه وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال القرآن هو موضوعنا، حث الله سبحانه وتعالى على تدبرها وتعقلها، ومدح من يعقلها وجعله من أهل العلم. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لم يفهمه بكى ويقول: لست من العالمين. لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال قتادة رحمه الله: اعقلوا من الله الأمثال. ما هو المثل؟ المثل الشيء الذي يضرب لأمر فيجعل مثله ليبين أحدهما الآخر. والأمثال القرآنية علم من علوم القرآن العظيمة، حتى قال الإمام الماوردي رحمه الله: من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه. وابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضرب الله عز وجل الأمثال للناس في القرآن ونوعها تعليما وتذكيرا ووعظا وإرشادا ولتوضيح المعاني وتقريب الأمور إلى الأذهان، ونوعها فجعل عز وجل أمثالا للمؤمنين وأخرى للكافرين، وأمثالا للمنافقين، وأمثالا لأعمال الخير، وأمثالا لأعمال الشر، وأمثالا لأمور الدنيا، وأمثالا لأمور الدين. لكن فهم المثل أيها الإخوة والأخوات يحتاج إلى تأمل وتدبر وعلم ليفهم عن الله مراده وتكتمل الموعظة والانتفاع. ولذلك لا بد لنا من دراسة الأمثال القرآنية وأخذ العبر والعظات منها حتى لا نكون من الغافلين. والأمثال القرآنية لها مقاصد عظيمة وحكم بالغة وغايات نبيلة، فمنها التفكر في آيات الله والتعليم وتفهيم المعنى. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا في آيات القرآن ويتدبروا في هذه الأمثال. فإن التفكر في الأمثال يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له التوحيد والشرك وطرق الخير والشر، ترغيبا في الخير وتحذيرا من الشر، وحثا على مكارم الأخلاق وزجرا عن مساوئها. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لأمثاله. ومن مقاصد الأمثال القرآنية وفوائدها التنبيه من الغفلة، كما قال تعالى:
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون فيتعظوا ويستيقظوا. من مقاصد الأمثال القرآنية أخذ العبرة والعظة. قال تعالى في تهديد الكافرين: وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، يعني لعلكم تنزجرون وتتعظون. قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة من قبلكم لعلكم تعودون إلى صوابكم ورشدكم. فأما المعرض فلا ينتفع، حكمة بالغة فما تغني النذر. من مقاصد الأمثال القرآنية الترغيب في الخير والحث عليه، والترهيب من الشر والتحذير منه، كقوله تعالى مثلا في الحث على الإنفاق في سبيل الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا مثل في ترغيب في الإنفاق، لأنه يبين مضاعفة الأجر للمنفق، ويضرب مثلا بالحبة التي أنبتت 700 حبة. أما في التحذير من الربا فيقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبهه في قيامه من قبره المرابي عند البعث والنشور بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان، كيف يقع، يقوم يقع. في التحذير من الشرك يقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. من مقاصد الأمثال القرآنية إقامة الحجة على المخالف، بيان زيف الباطل. وإذا تأملت الأمثال القرآنية وجدتها تجمع بين روعة التصوير وإقامة الدليل، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل، يعني شبهة باطلة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني لو أخذنا مثلا ذلك المثل القرآني في بيان ضعف آلهة المشركين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هذه الأصنام والأوثان هذه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ولو سلبها الذباب شيئا لا تستنقذه منه ولا تستطيع استعادته. هذا والذباب من أضعف المخلوقات وأحقرها. ولهذا قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. وهكذا نجد الأمثال القرآنية ترغب في الخير، تحذر من الشر، تقبح القبيح في نفوس الناس، تنفرهم عنها، تثبت المؤمنين وتمدحهم، تذم الكافرين. فيها صدق ومطابقة وتنويع، وبأقصر كلام وأخصره وأبلغه وأجمله. ضرب الله عز وجل في القرآن أمثلة كثيرة متنوعة، يعني مثلا ضرب للمنافقين بحسب حالهم في سورة البقرة مثلين: مثلا ناريا ومثلا مائيا. ضرب لمن ينفق ماله رياء وسمعة مثلا عظيما، ولمن يبطل عمله الصالح بعد تمامه مثلا عظيما. ضرب مثلا لحال المشرك وحال الموحد، بالعبد الذي فيه شركاء متشاكسون والعبد الذي هو سلما لرجل مالكه واحد وموجه واحد. ضرب مثلا لعجز آلهة المشركين عن سماع دعاء أتباعها. ضرب مثلا لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة النخلة، ومثلا لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة. ضرب مثالا لكل عالم يعلم آيات الله ثم يتبع هواه، ضرب له مثلا بأخس الحيوانات الكلب والبالغ في الدناءة. ضرب مثلا لأعمال الكفار بالسراب، وهكذا. فسبحان الله وتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سنعيش بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة مع أمثال القرآن، بحيث نأخذ في كل حلقة
مثلا أو مثلين ونتعرف على ما فيها من روعة البيان وما فيها من المعاني العظيمة. فسبحان من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه رحيم رحمن، وأن ينفعنا بأمثال القرآن. والحمد لله رب العالمين.